نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامنا مع عيد الميلاد المجيد. وأوضح المركز الإعلامي أن أسعار اللحوم مستقرة ولم يطرأ عليها أي زيادات، مشددا على توافر اللحوم بكافة أنواعها بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية، مع طرح كميات كبيرة منها بهدف تحقيق وفرة في الأسواق لضبط الأسعار. كما أشار المركز الإعلامي إلى شن حملات تفتيش دورية على كافة أسواق اللحوم لضبط أي مخالفات ومنع أي تلاعب بالأسعار.